معلش يا جماعة أنا بعتذر، بس يا ريت ما حدش يتصل بيا بعد إذنكم يا جماعة، يعني بعد إذن حضراتكم يا جماعة بعد إذنكم يا ريت ما حدش يتصل بيا لأن اللايف بيخرج. يعني أستأذن حضراتكم اللايف بيخرج فما حدش يتصل بيا دلوقتي خالص. يعني إذا سمحتوا بس بعد إذنكم. انا اسف يا استاذنا والله، بس هو لما حد بيتصل اللايف بيخرج، وانا اصلا قافل الاتصالات، بس في ناس بتتصل على الماسنجر، ف يعني فبعد اذن الناس يا جماعه لو حد بس ما حدش يتصل بيا دلوقتي بعد اذن حضراتكم. لا ولا يهمك انا كنت يعني ولا يهمك. انا كنت واقف مع حضرتك لحد الجزء ان حقوق المتهم في كل حاجه، يعني حضرتك اتكلمت في كل ما يخص حقوق المتهم من طبقا لقانون الاجراءات الجنائيه وقانون العقوبات وكل حاجه، فكمل حضرتك انا معاك. كنا وقفنا على ايه؟ عند انه الدستور نص على ان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته في محاكمه تكفل له فيها كافه الضمانات. تمام فين هي الضمانات اللي نص عليها هذا الدستور؟ هذه الضمانات منصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائيه. تمام؟ كويس اذا لازم تمام تكون عارف ان كافه حقوقك كمواطن تم توجيه اتهام اليك، هذه الحقوق جميعها مكفولة في قانون الإجراءات الجنائية. يبقى تمام لما يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لازم تعرف أهمية هذه التعديلات إيه؟ هذه التعديلات بتمس الحقوق التي كفلها لك الدستور ولا لا تمس هذه الحقوق الحقوق بالنسبة لك؟ الحقوق مظبوط ولا لا تمس هذه الحقوق بالنسبة لك؟ يبقى مظبوط إذن لازم كل واحد يقعد يعكف على دراسة هذا القانون ويشوف، لأنه هو المقصود بهذا القانون إذا وجه إليه أي اتهام. ومش معنى على طبعا فكرة أن حد وجه إليه اتهام أنه مدان أو أنه مجرم أو لا، يظل له ممكن حقوق للنهاية. يظل ليك الحق، كل الحق، في أن تقفل لك كافة الضمانات اللي من خلالها تقدر تثبت براءتك، اللي من مظبوط خلالها تقدر تثبت براءتك. إنما لما يجي هذا التعديل وهذا القانون يجور على هذه الحقوق، يبقى لازم يكون في وقفة. هذه الوقفة مظبوط من خلال دراستك ومن خلال علمك وعملك. أول هذه الضمانات التي كفلها الدستور لأي شخص وجه إليه اتهام أن يكون له محاميا يدافع عنه. أول تمام هذه الضمانات لما الدستور ينص على أن يجب أن يكون لكل متهم محامي يدافع عن حقوقه، يبقى يجب أن يكون هذا المحامي ممثل في قانون الإجراءات الجنائية تمثيل يليق بهذه بالدفاع الكفالة بالظبط. التي كفلها له الدستور. ليه؟ بالإضافة إن أنا النهاردة كمحامي المفروض أكون على قدر كبير من القوة اللي تؤهلني إن أنا أدافع عن المتهم ده. ما أنت ما تقوليش أنت محامي وبتدافع وأنت سالب مني كل حقوقي، وانت سارب دي ما مني اسمهاش، كل حقوق وحاططني دي في لازم مهب الريح وحاططني في بالظبط هذا القانون تحت حالة اسمها حالة الضرورة، لفظ فضفاض ملوش حتى، هذا اللفظ ملوش حتى معايير معينة نص عليها القانون. السؤال هنا يا استاذي، هو مين اللي بيحط الرؤيه دي؟ يعني مين اصلا المسؤول عن التصور ده؟ اعتقد ان الدوله نفسها لما بتيجي تتناول اي شيء قانوني او تعديل قانوني او حاجه بتترك الامر لاصحابه، يعني ممكن يبقى عندها توجه معين او بعض الامور اللي هم عايزين يشتغلوا عليه، بس بينزل بعد كده التعديلات بشكل يخض الناس كلها، يخض المواطن ويخض المحامين. انا مش قادر افهم مين مستفيد من فكره ان انت تنزع جزء كبير جدا من صلاحيات المحامي في التحقيق او في انه يباشر شغله او ان هو يدافع عن الناس، بالاضافه برضو ان انت تحط المواطن في مهب الريح في كل حقوق، تخلي ان هو ما عندوش القدره بنسبه كبيره جدا على حمايه حقوقه والدفاع عنها.
بالاضافه ان حضرتك لما انت بتنزع حق الدفاع حتى لو بصوره غير مباشره من المحامي، طب مين هيدافع عن المتهم او عن الموكل؟ علامه استفهام كبيره، الواحد بجد مش عارف ده توجه بناء على ايه. اعتقد ان ده مش توجه معين يعني في الدوله، ممكن يكون اجتهادات شخصيه، في ناس عايزه تخدم الدوله على قفا المحامين وعلى قفا المواطنين، الله اعلم بصراحه، مش عارف. يعني ما هو خدمة هذه الدولة، يعني إن أنت تكون عايز تخدم الدولة لازم تكون هذه الخدمة من خلال الحماية لرعاية هذه الدولة. ولكافة الأطراف. خلي بالك من نقطة مهمة جدا، إنه الدولة والمواطنين مش خصوم، ولا عمرهم ما يكونوا مش خصوم في خصوم، حاجة. مش بالظبط. طرفين في خصومة. الدولة بالظبط. والمواطن، يعني معلش بالبلدي كده، الدولة دي موجودة أصلا علشان حماية ورعاية حقوق المواطنين. هو أنا بنتخبهم ليه؟ علشان حقوقي وحماية حقوقي عشان وكل حاجة، حقوقي، صح؟ علشان يحافظ على حقوقي، علشان يحافظ على الموارد بتاعتي، علشان يحافظ على حريتي، علشان يحافظ على حاجات كتير جدا من الحقوق الآدمية اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لي. مظبوط. لو اتثابت الامور كده، كل واحد يحافظ على حقوقه بنفسه، وكل واحد يحافظ يدافع عن نفسه ما بنفسه، بقتش وكل واحد دولة، ليه حق في حاجه، ما بقى مش هيبقى فيه دوله، صح؟ مظبوط مش هيبقى فيه بلد. مظبوط. انما الامور في نطاقها الصحيح وفي اطارها الصحيح لازم تتحط كل حاجه في اطارها وفي نطاقها الصحيح. انا يعني كده دلوقتي تمام، كم كمل حضرتك، انا اسف، كمل. طب أنا دلوقتي كمواطن، الهدف من القانون بشكل عام إيه؟ تنظيم الحياة بتاعة المواطن في الدولة، وتسهيل حصوله على حقوقه. وتسهيل الحصول على الحقوق بتاعته. بالظبط. إنما لما أجي أنا أشرع قانون بهذا الشكل المرعب، أنا هو أنا بحافظ على المواطن ولا بدوس عليه؟ ولو بدوس، هدوس عليه لمصلحة مين؟ صح؟ انا لو هدوس على المواطن هدوس عليه لمصلحة مين؟ محدش ما عارف، ينفعش. لا ما محدش ينفعش، عارف، ما محدش ينفعش. عارف. طب كده احنا لمسنا يا استاذنا ان في مشكلة، والمشكلة ديت انا عندي يقين ان صعب جدا ان انت تناقشها في فيديو مدته ساعة او ساعتين او حتى 10 ساعات. الموضوع اكبر من كده بكتير، لان المشروع القانون ده اعتقد ان هو بيتناقش بقاله فترة طويلة، مش وليد اللحظة. فهي الفكرة بقى، قبل ما ندخل في المشاكل اللي هي ظهرت او المشاكل اللي قلق المحامين كلهم وقلق برضو الناس اللي بتقرأ وفاهمة، طب حضرتك شايف المشكلة بدأت منين بالظبط؟ يعني بدأت منين، وايه المواد اللي في مشروع القانون ده اللي عليها علامة استفهام كبيرة جدا مش واضحة، وتسبب قلق للمحامين، مش بس على حقوقهم، لا، على حقوق كمان الأطراف المتقاضيين وعلى حقوق أي متهم يتم اتهامه في أي شيء. احنا كنا فرحانين جدا إن يحصل تعديل فيما يخص أمور الحبس الاحتياطي، وقلنا إن شاء الله يبقى في انفراجة، علشان الموضوع ده موضوع مؤذي جدا، الحبس الاحتياطي بلا رقابة وبلا أي حاجة. بس لقينا أو اتفاجئنا بحاجات تانية أسوأ تم إضافتها. فأنا عايز أعرف من حضرتك، يعني بغض النظر عن رؤيتي انا وجهة نظري، انا حضرتك طبعا اكثر مني علم، العفو. المشكلة دي بدأت منين، وحضرتك شايف ايه اللي احنا رايحين عليه بالمواد اللي حضرتك هتبدأ تتكلم معايا فيها دلوقتي طيب لو لم يتم تعديلها؟ خلينا نتكلم أولا في المادة 69 من القانون. خليني اكون موجود، اطلعها معاك، عشان برضو المادة 69: يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم. طبعا دي كارثة يعني، متى رأى ضرورة. ثانية واحدة بس، يعني قبل ما تسترسل، أول كلمة في هذه المادة يجوز في للمتهم غيبتهم. والمجني عليه، يجوز للمتهم والمجني عليه، يجوز للمتهم إن هو يحضر التحقيق. يعني المسألة جوازية، يعني أنا لو المتهم ما حضرش التحقيق عادي ما فيش مشكلة. طب ما يقولش ليه؟ حتى، لا يبدي دفاع عن نفسه ولا أي يعني حاجة. يعني 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 حتى الصياغة نفسها ده فيها غريبة مشكلة، فيها مشكلة. يعني الصياغة، يجوز للمتهم ان هو يحضر التحقيق، والله امال مين ولا اللي يجوز يعني، هيحضر التحقيق؟ ويجوز دي بتحمل أكثر من معنى، يعني ممكن جدا ما يحضرش، خلاص يعني هو يجوز حضوره بقى جوازي. ما هو خلاص، ما هو بقول لك يجوز لعضو النيابه ان يجري التحقيق في غيبتهم، يجري التحقيق في غيبه المتهم.
يجري التحليل والمجمع لغاية عليه. طب الدفعة مين؟ طب مش يعني فاهم بجد، هتحقق إيه حضرتك؟ هو اللي حط المادة دي محامي يعني، او أنا مش حد فاهم. بينتمي انا مش قادر اتخيل ما والله ده هو بجد. يعني ده حاجة تفوق الوصف. يجوز للمتهم إن هو يحضر التحقيق، والله العظيم يجوز. طب والله كتر خيركم، والله كتر خيركم. يعني انا كل بقرأ حاجة المواد ديت مستغرب. تمشي كده بعيد عنه، ومفيش أي ضمانة للمتهم، ومفيش أي حقوق للمتهم، ومفيش أي حاجة، وخلاص بقى ملوش لازمة. خلاص فلان الفلاني وجه الاتهام، احكم عليه خلاص على طول من خلاص غير تحقيق، ملوش لا لازمة. تحقيق ولا اي التحقيق حاجه. مضيعة وقت عشان العدالة الناجزة. كلمة العدالة الناجزة أصبحت شوكة في ظهر العدالة، مظبوط. شوكة في ظهر العدالة. العدالة الناجزة لا يمكن أبدا بحال من الأحوال سرعة إصدار الحكم أن يجور على حق حق المتهم المتهم في كفالته، في حقه، في الدفاع عن نفسه. مظبوط. أنا ليا، أنا كمتهم أو أنا كوكيل عن المتهم ليا كل الحق في أن أبدي ما يعن ليا من دفاع، وأن أطلب ما يعن ليا من طلبات. أصل أنا لما بطلب هذه الطلبات أو بأدفع بهذه الدفوع أو بعمل أو بأدي دوري، خلي بالك، أنت مش بس كلمتين رايح تقولهم في لا المحكمة لا لا، وخلاص ده وهتروح، انت ده بتبني في عليه اللي جاي مستقبل كله، أسرة ده انت بتبني بيتدمر، عليه كل حاجة. مظبوط. مستقبل أسرة بيتدمر لو لم يراعى حق هذه الأسرة المتمثل في شخص البني آدم المتهم ده، يبقى عليه السلام، يبقى ملهاش لازمة المحاكمات. يجوز للمتهم إن هو يحضر؟ يا سلام يا سلام. يجوز والله، انا مش قادر افهم الفلسفه ايه في الموضوع ده، يعني فلسفة ايه ده؟ الفلسفه مفيش ايه من اي فلسفة في الموضوع انا خطير بجد والله مش خالص. قادر افهم فلسفه القانون او فلسفه الماده دي مبنيه على ايه. يعني مبنيه ان انا مثلا ما احضرش المتهم ولا المجني عليه ولا اي حاجه، ولا وكلائهم ولا حاجه، علشان بس ان انا العداله الناجزه ده بحقها مع مين؟ اخد اقوال مين؟ اسال اخد اقوال مين؟ مين بالظبط؟ اخد اقوال اسال مأمور الضبطية القضائية، الضابط اللي عمل بالظبط التحريات، وشكرا. بالظبط بالظبط. انت فخلاص يعني لا، الموضوع ده الماده دي غريبه جدا، ومش قادر اتخيل ان الماده ديت اللي صاغها وشارك في مناقشتها ان واحد دخل كليه حقوق او شريعه وقانون. يعني لا لا عندي علامه استفهام كبيره لا كبيره لا والله. ده حتى حضرتك انت لو جبت حد لا يمت للقانون بصله وقلت له احنا هنعدل القانون وعايزين ان احنا ناخد اراء اطراف معينه بشكل عشوائي، هيجي يعترض على الماده دي، يقول لك لا ده الموضوع ده غلط جدا. يعني المادة دي عليها علامة استفهام كبيرة جدا، أعتقد إن هي مش مناسبة تماما شيء كارثي، تماما. يعني هو شيء بيديك كارثي. بقى هنا بقى يا أستاذنا، بكل ما بيديك تحمل حتة الكلمة من معنى. هنا بقى بيدي لك بيفرحك يعني، بيقول لك وبعد كده ممكن إن أنت تطلع على التحقيقات بعد انتهائها. والله لا شكرا كتر جدا. خيرهم، لا والله كتر خيرهم، لا شكرا شكرا، جدا، لا 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 شكرا لا لا يعني. لا لا والله ما قصروا، لا يعني شكرا جدا والله، ما أنت هتديني قصروش والله. الفرصة إن لا أنا هو خلي بالك، هو هنا بيحول المحامين لصورة فارغة ما بقاش ليها لازمة. وخلي بالكم برضه الناس اللي بتسمعني، علشان ما يفكروش ان احنا بنتكلم عن المحامين بس، والله ابدا، كل المحامين اللي موجودين كده كده شغالين وهيندمجوا وهيعرفوا يتعاملوا لو القانون ده استمر. بس المحامي هنا خايف على حقوق حضرتك. المحامي النهارده لما هيحصل جور على حقك وعلى حق الدفاع اللي بيدافع عنك، انت هتتأثر تأثر بالغ بالغ، محدش يعرف يساعدك. فاحنا النهارده بنتكلم في حقوق المواطنين قبل ما تكون حقوق المحامين. انا اسف بص استاذنا لو كمان، عطلتك، معلش اتفضل انا كمل. عايز، لا انا عايز اقول كلمه مهمه جدا. اتفضل. كافه الدول العربيه واخده القوانين عن مصر. مظبوط. كافه الدول العربيه واخده قوانينها عن مصر، سواء قوانين العقوبات، سواء قانون الاجراءات الجنائيه، سواء القانون المدني، سواء القانون المرافعات، سواء الشركات. اي قانون موجود في اي دوله عربيه مأخوذ عن مصر. ليه؟ وناس كتير من اللي شرعت كانوا مصريين، اللي ساعدوا في ليه؟ التشريع وساهموا في التشريع. ليه؟ ليه؟ لأن مصر كان فيها ناس درست القانون وعشقت هذا القانون وأصدرت قوانين وتشريعات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنال منها. وعجزت كل الدول العربية أن تخرج قانونيين مثل القانونيين المصريين. المصريين
مظبوط، ده حقيقة. المصريين علشان يشرعوا لهم قوانين، فاخذوا كل قوانينهم عننا. انا لما مظبوط، رحت صح. غزة اترفعت هناك، جبت قانون الاجراءات الجنائية وجبت القانون بتاع العقوبات، هو ذاته القانون المصري، هو مظبوط، ده ذاته حقيقة. القانون المصري، ولكن اختلاف ترتيب المواد، انما مظبوط، صح. ذات النصوص حتى بلفظها. فما ينفعش ما تحسش بالمسؤولية دي كمشرع مصري تجاه بلدك وتجاه كافة الدول العربية اللي بتاخد عنك ده واللي حقيقي، بتاخد الدول منك العربية كلها بتشتغل من وراك في مجال القانون، بياخدوا في منك مجال تعديلاتهم. القانون. صح ما ينفعش صح كده أبدا، ما ينفعش. لازم تقدر قيمة مصر، لازم تقدر قيمة مصر القانونية وريادتها على كافة الدول العربية في المجال القانوني وفي مجال التشريعي. لازم تتحرى الدقة مرة واثنين وعشرة ومليون في كل لفظ بيصدر في قانون، لأن أنت ما بتشرعوش لنفسك بس، أنت بتشرعه لكافة الدول العربية. أنت ده حقيقي. عندك الريادة، عندك الريادة على منطقة الشرق الأوسط بكاملها بأسرها. ما ينفعش أبدا يكون هو ده المنتج المصري، ما ينفعش. ده مش منتج مصري، ده صح. مش منتج مصري. في فين بعض العلماء؟ بدون قطع كلام حضرتك، في بعض الناس المؤيدة للقانون بيقول لك يعني انت سايب القانون اللي بيتخطى عدد مواده 540 مادة وجاي مركز في مادة ولا اتنين. لا، ما هي مش بيعة، خدها كلها زي ما هي. لا، هي ما بتحسبش كده، هي الموضوع مختلف تماما. المادة ولا الاتنين دول ممكن يأيدوا او يغلوا ايادي الدفاع في كل الباقي، في المواد الباقية كلها. فاحنا النهاردة لما بنيجي نركز على مادة ولا اتنين، وانا مش هاخد المادة ديت، انا يعني مش هبيع المادة، ولا انا هستفيد من وراها، ولا هتربح ماديا. بالظبط، المادة اللي انت بتتكلم فيها، او المادة اللي انت بتكون معترض عليها كمحامي او كرجل قانون او كمواطن حتى، انت بتعترض على المادة دي علشان خاطر انت عايز ان العداله يكون ليها الشكل الايجابي الجيد اللي انت دايما بتسعى ليه، الشكل اللي يحفظ حقوق كافه الاطراف، الشكل اللي ما يخليش في قضيه ملفقه تمشي ويتفاجئ المتهم وهو مظلوم والقضيه متلفقه ضده ان هو صدر ضده احكام غيابيه وما يعرفش عنها حاجه زي ما احنا بنشوف. فطبيعي جدا ان احنا هنشوف المواد حتى لو ماده واحده عليها لغط او فيها مشاكل، لا لا، طبيعي ان كل الناس تقف قصادها، ولازم الدوله تسمعنا وتسمع كل الناس اللي بتتكلم. علشان كده انا النهارده كنت مبسوط ان اطلع مع حضرتك، علشان الموضوع ما يبقاش مجرد بوستات بتتكتب من باب الاعتراض وخلاص. لا، انا عارف ان الاكاونت عندي بيتشاف بشكل كبير جدا، وانا كنت مبسوط ان انا هتكلم في الموضوع ده، لعل وعسى ان يعني رؤيتنا توصل، وهنزل الفيديو برضه على اليوتيوب بحيث انه يتشاف اكتر. وانا متاكد ان شاء الله ممكن يعني الناس لو عايزه بالفعل ان تستقيم الامور وتستقيم العداله، لازم يسمعوا كافه الاطراف. ولو احنا بنتكلم غلط صحح لي. يعني النهارده لما يبقى عندك عدد كبير من المحامين شايفين ان انت عندك فيه خطا معين في ماده، وحضرتك شايف ان احنا كلنا بنتكلم غلط، يبقى انت كممثل على اللجنه التشريعيه اطلع ناقش المحامين دول، او ناقش الاتجاه الاخر اللي بيقول ان الماده دي غلط، واقم عليهم الحجه. لكن غير كده يبقى الناس بتعترض، واللجنة التشريعية تسن القانون وخلاص، اخبط دماغكم في الحيطة. طب اعتقد ان الموضوع ده هيبقى نقطة سلبية جدا في تاريخهم. المفروض والله بجد، المفروض قبل أن تسن أي قانون، قبل أن يسن أي قانون أو يشرع أي قانون جديد، أن يعرض أولا على المحكمة الدستورية العليا مظبوط، لتقر ما إذا كان هذا القانون متماشي مع الدستور من عدمه. أنت دلوقتي لما هتشرع مادة زي دي، هل علشان أنت هذا التشريع تعمله وتقره، هل هيتطلب ده تعديل في الدستور؟ صح. ولا هيقضى بعدم دستورية هذه المادة لتعارضها مع المواد المواد اللي بتنص على الدستورية، حق المواد الحقوق الدستورية اللي والحريات بتنص والتحقيق على وكل حاجة. بالضبط على كفالة حق المتهم في إبداء ما يعن له من دفاع، وإنه بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها كافة الضمانات. هي فين الضمانات إذا كان حضوري للتحقيقات أصبح جوازي كمتهم بقى؟ أنا ما بتكلمش كمحامي، أنا ما بتكلمش صح، كمحامي. حضوري كمتهم دلوقتي كمتهم أصبح جوازي. يعني يعني ممكن ما بمنتهى احضرش. البساطة، يعني بالظبط بمنتهى البساطة، وكيل النيابة مش عاجبه شكل المتهم، اطلع بره يا ابني وأنا هكاتب التحقيق مع ما نفسي. تجيبوش
ايه ده؟ صح، ما ايه تجيبوش، ده؟ انا هكتب انا. ايه ده؟ ايه بالاضافه ده؟ ان ازاي الماده كده؟ مبهمه، يعني الماده نفسها مبهمه مش موضح. طب لو انت ما حققتش، طب انت هتعمل ايه لو انت ما جبتش المتهم والمجني عليه؟ طب انت هتعمل ايه؟ مش موضح هتعمل اي ايه؟ حاجه، الموضوع هتحقق في مبهم. ايه؟ بالظبط، وايه هي حالة الضرورة اللي ممكن، يعني ايه هي حالة الضرورة اللي ممكن تخليك ما تحضرش المتهم؟ ايه هي حالة الضرورة اللي ممكن تخليك ما تحضرش المحامي بتاع المتهم؟ ايه هي حالة الضرورة اللي ممكن ما تخليكش تحضر المدعي بالحقوق المدنية او المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية؟ ايه هي حالة الضرورة دي؟ معيارها ايه؟ غير واضحة، يعني مرنة معيارها جدا، ايه هذا؟ مرنة. معيارها ايه؟ ومين اللي يحدد هل هو سيد وكيل النائب العام المحقق اللي حيرى هذه الضرورة؟ يعني وكيل النائب العام المحقق هو اللي حيرى هذه الضرورة، ولا رئيس النيابة، ولا المحامي العام، ولا مين اللي هيشوف حالة الضرورة دي ايه؟ هل هيتم ذكر حالة الضرورة دي علشان المحكمة بعد كده تراقب ان هذه الحالة كانت ضرورية فعلا ولا لا؟ هل هيتم كتابتها؟ طب انت حتى ما قلتش ان تنص في التحقيقات على ان هناك من حالة الضرورة كذا وكذا وكذا اللي معيارها كذا، ويجب على السيد المحقق ان يثبت ما رآه من ضرورة لحجب المتهم عن التحقيقات، للفصل بين المتهم وبين التحقيقات، لعدم حضور المتهم للتحقيقات، لعدم حضور محامي للتحقيقات. ايه ده؟ مفيش ايه طبعا ده؟ الكلام ده كله، الكلام ده كله مش موجود، لا، الكلام ده مش كله في موجود. الهواء، في هي الهواء. مادة مبهمة، مادة مبهمة بتدي قوة جبارة لهيئة التحقيق، وبتنزع كل الحقوق من المتهم ومن محامينه وحتى من المجني عليه. يعني حتى المجني عليه كمان انت ما تحضرش، ده حتى تحضر ما تحضر مش عايز منك يعني حاجة. حتى كمان معلش، ده حتى كمان في مادة تانية بس أنا مش متذكر الرقم بتاعها إيه. لو سمح لك السيد وكيل النائب العام بالحضور كمحامي، يمتنع عليك الحديث إلا بإذن. إذن من مين؟ إذنه إذن من مين؟ يعني احنا حتى في الأول قبل التعديلات كان يقول إن المحامي دوره في التحقيقات مراقبة التحقيقات، كنا بنبلع وبنسكت وبنقول أوكي تمام وبنبدي في الآخر ملاحظاتنا أو اللي احنا عايزين نقول. لكن أنت ليه مصر إن أنت تقلل قوي كده من المحامين؟ هو يعني ليه مصر تعمل كده؟ انا هل يعني هو انا مثلا خريج الدون بوسكو قسم الحام، وكيل النيابه هو خريج حقوق؟ لا طبعا، ما لا انا طبعا، خريج حقوق زي زيه، وممكن اكون انا جايب تقدير اكتر منه، وانا اللي رفضت اشتغل في النيابه. مظبوط. ده اذا كان بيعين في النيابه دلوقتي من خريج كليه الحقوق اصلا. مظبوط. اصلا دور كده في النيابات، 90% من القوام الرئيسي للنيابة العامة منبعه من ضباط الشرطة. صح. درس قانون قد إيه ضابط الشرطة؟ على عيني وعلى راسي ضابط الشرطة يخش النيابة، على عيني وعلى راسي، بس درس قانون زي، لا طبعا، لا طبعا، حضر حاجات زي، لا لا اتعود واتعامل زي ما أنا بتعامل مع المواد القانونية؟ لا طبعا، لا صراحة لا. لا طبعا. مهما كان حتى عنده من الخبرة الجنائية في العمل في بعض القضايا، هو ما ما تتساواش عندوش بالمحامين. خبرة جنائية غير في مجال واحد، مجال المباحث التحري. بالظبط، التحري اللي اغلب القضايا بتاخد براءة بسبب التحريات. أغلب القضايا بتاخد براءة بسبب التحريات، وبسبب جهله بالإجراءات، مظبوط، صح، وبسبب اجراءات جهله خاطئة، بالإجراءات، صح، اجراءات خاطئة. الإجراءات الخاطئة اللي بيتخذها. ما هو مش هقول إن هو بيتخذ هذه الإجراءات الخاطئة عن عمد، لا مش عن عمد بس عن مش جهل. ممكن هيكون هو القائم على تنفيذ القانون ويتعمد مخالفته، غير مظبوط، متصور. يبقى لما مظبوط، بيجي يتخذ هذه الإجراءات الخاطئة ويخطئ في تطبيق الإجراءات، يبقى ما يعرفهاش، صح. يبقى ما يعرفهاش، او فكره محدود فيها من وجهة نظر ان هو شايفها صح بس هي غلط. بس هي غلط. بالظبط، بس هي غلط. وبتيجي بعد كده بيحصل ده بقى بيحصل بسبب الموضوع ده فجوة كبيرة بين المحامين وبين الضباط. انت وبين بتبوظ لنا شغلنا، الضباط وبين طب ما انت اللي متهم عامل شغلك النيابة. غلط، انت اللي عامل شغلك غلط، انا مالي. ليه بتحطني في صدام مع كل حد، مع مأمور الضبطية القضائية، سواء كان وكيل للنائب العام، سواء كان ضابط للشرطة، سواء كان أمين للشرطة؟ ليه بتحطني كمحامي وكمواطن خصم مع الناس دي؟ ليه مظبوط، بتحطني طرف في خصومة؟ ليه؟ ليه؟ صح،
ده مش في مصلحة العدالة أبدا ولا عمره أبدا. هيكون في مصلحة العدالة، ولا في مصلحة المحاماة، ولا في مصلحة حتى أطراف المتقاضين جميعا. طيب خلينا نروح من ناحية المواد الأخرى اللي حضرتك شايف إن هي برضو عليها لغط كبير قوي. بص، هذا القانون بقى أمم خلينا في كارثتين، تمام. بخلاف غير مادة 69. غير المادة 69، بخلاف تمام. بقى انه حضور المتهم للتحقيقات اصبح جوازي. المادة 268، 268. مادة 368، 368. 368. بص يا سيدي بقى، كل حكم تمام. يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من باطلا نفسه. من نفسه. تمام، باطلا من نفسه. يعني بص، شايف حتى الصياغة عاملة ازاي. طبعا. وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب. يا الله، ده حتى مش مفسر الأحكام دي في إيه بالظبط، مش مفسر أي حاجة. أنت دلوقتي أي واحد يصدر بحقه. كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم، أي حكم غيابي غيابي. يصدر في جنحة يستلزم حتما حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله. يعني النهاردة حضرتك تلفق لي قضية وفجأة تفاجئ إن أنا عليا حكم غيابي، اجي اروح اصرف فلوسي ولا اعمل حاجه الاقي كل ايدي اتغلت تماما عن كل حقوقي الماديه، وهو او هي قضيه ملفقه بدون ما اخضع فيها لتحقيق وارجع حقي. ده ازاي؟ ده باي منطق؟ باي منطق وباي عقل ان انا فلوسي يتعين عليها حارس في حكم غيابي؟ قول لي ده دي حضرتك، كارثه. ده يعني دي قول لي حضرتك، ازاي قول مش لي اخدين بالهم ان الموضوع ده هيبقى وسيله اكتر من جباره للضغط على الناس والمواطنين الشرفاء، اللي هو اي حد دلوقتي هيلف قضيه لاي حد ويوقف له حياته ومش هتتحل غير بان هم ياخدوا منهم فلوس. بالظبط كده حضرتك، ازاي بالظبط كده. النهارده ازاي يجي في بال هو حد يشرع ماده زي دي؟ بس الأول هو ده تعديل في قانون الإجراءات ولا تعديل في قانون العقوبات؟ ولا أنت اللي شرع أو اللي صاغ هذه المادة مش قادر يفرق ما بين قانون العقوبات وما بين قانون الإجراءات؟ هو حرماني من التصرف في أموالي، دي مش دي عقوبة، عقوبة؟ دي عقوبة، عقوبة دي صح؟ عقوبة بالظبط. عقوبة صح؟ طبعا. بتكلم صح أنا، عقوبة. صح، عقوبة. يعني أنا ما نسيتش ولا سني كبر ولا دماغي لا هيست، عقوبة، بس هو عقوبة. مدخلها بقى بذكاء من ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية، إزاي إن أنا بقى مش هخليك حضرتك؟ تصرف، مش هخليك إزاي تتعامل بقى؟ في أي حاجة، أو إزاي؟ هشلك تماما لحد ما إزاي؟ تاخد إجراء. ده كلام. إزاي أولاً، إزاي تنص على عقوبة في قانون الإجراءات الجنائية؟ إزاي تنص على عقوبة في قانون الإجراءات الجنائية؟ ده مبدئياً. تمام. مبدئياً. ده قانون للإجراءات مش قانون للعقوبات. مصادرة مظبوط. الأموال وتعيين حارس والكلام ده كله دي عقوبات مش مظبوط. إجراءات أولاً. مظبوط. تمام. ثانياً، هي المعارضة أو الاستئناف بتعمل إيه في الدعوة؟ مش في حاجة اسمها الأثر الناقل للاستئناف والأثر الناقل للمعارضة؟ تمام. يعني إيه ده؟ يعني إيه الأثر الناقل ده؟ يعني بمجرد ما أنا عملت معارضة على الحكم الغيابي أصبح هذا الحكم الغيابي في حكم العدم، كأنه لم لم يصدر يكن أصلا، كأنه لم يكن. كأنه لم يصدر أصلا. تمام. تمام؟
تمام يبقى ازاي هتنفذ علي عقوبة بمجرد صدور هذا الحكم الغيابي اللي لان انا ما اعرفش المفروض عنه حاجه. انا ما اعرفش عنه حاجة ولم اعلم بيه ولا اعلم عنه اي شيء، وافاجأ بانه الاموال بتاعتي تم مصادرتها، وان الاموال بتاعتي لا يمكن باي حال من الاحوال ان انا اعرف اتصرف فيها، وان في حارس هيعين علشان يدير هذه الاموال، وبمجرد ما اعمل معارضه خلاص. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ ده عبث، ده ده اسمه عبث، ده اسمه واسمه ايه ده؟ ضياع، ضياع للوقت، ده وضياع اسمه ايه ده؟ واهدار، اهدار للاجراءات واهدار للحقوق، وفتح باب كبير جدا جدا لاعمال غير اخلاقيه تحصل نتيجه هذه الماده، ايه ده؟ نتيجه هذه الماده. وبعدين يجي في مادة تانية بيقول لك ايه؟ مادة 370، ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها. يعني ايه؟ يعني ايه ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها؟ طب ما انا بمجرد ما عملت أخذت المعارضة إجراء خلاص، خدت أخذت إجراء اجراء خلاص، وقفت خلاص، كل مع حاجة انا اصبحت غير مطلوب للتنفيذ للتنفيذ. الا في الجرائم التي يجب تنفيذها فور صدور الحكم فيها. يعني لو مثلا لو في قضية سرقة، تمام. تمام، وصدر ضدي حكم غيابي، مش بمجرد ما هعمل المعارضة انا كده اصبحت غير مطلوب للتنفيذ، لا، حضوري وجوبي والحكم اللي بيصدر مع النفاذ، ده على عيني وعلى راسي، انما مفتوحة اي حكم غيابي يصدر يبقى بغرامة مثلا وينفذ وهو لسه غيابي. طب انا لسه ما طعنتش عليه، طب لما اطعن عليه مثلا هيحصل ايه؟ طب ما هتنفذه ازاي لما اطعن عليه والمحكمه تلغيه؟ هجيب الفلوس منين؟ اصلا لو صدر ضدي حكم بالغرامه وانت نفذتها، هتنفذها عليا ازاي؟ اذا كان انا بالماده 300 من 368 اصبحت غير غير قادر قادر على التصرف في على اموالي، التصرف. مظبوط. هدفع لك منين؟ يعني هدفع لك منين؟ هتصرف ازاي؟ اصرف، اجيب لك هتصرف ازاي؟ الفلوس منين يعني؟ وخلاص حساباتي اللي في البنك انت حطيت ايدك عليها، اموالي اللي سايله بره، اذا كان عندي محل، اذا كان عندي شقه، اذا كان عندي عربيه، اذا كان عندي منعتني من التصرف في كل ده، اجيب لك فلوس الغرامه منين؟ ولا هو اكيد هنا بقى هيطلعوا لك تعديل، يقول لك لا هنديك تصريح او هنديك شهاده ان انت تجيب مثلا البنك يدي لك الجزء ده من فلوسك. هتبقى حاجه في منتهى العبثيه والله، ايه يعني التهريج هتبقى ده؟ حاجه في منتهى العبثيه بجد، يعني ايه حاجه في منتهى التهريج ده؟ العبثيه. ايه التهريج ده؟ ايه التهريج ده؟ حضرتك لا عارف يا يعني استاذنا مش يمكن. ان في الخارج بره مصر دلوقتي، انت علشان يعني تصادر اموال شخص او تعين عليها حارس او علشان تمنعه من التصرف في امواله، الموضوع ده بقى بياخد وقت طويل جدا، بالاضافه ان مش في كل القضايا، بالاضافه ان هم مش بيمنعوا المتهم ابدا انه يتصرف في امواله الا في الحالات القصوى والجرائم الكبرى اللي بيكون فيها ضياع لحقوق البلد او ضياع لحقوق المتقاضيين بنسبه كبيره جدا. فالدوله هنا حرصا على عدم ضياع حقوق الناس بتحدد التصرف في ممتلكات الشخص وتحديد التصرف في كل امواله، انما النهارده واحد حكم عليه بشهر غيابي توقف له كل حياته، توقف له تخليه حياته كلها، توقف له كل تدمره، حياته. يعني ازاي تدمره ازاي؟ لمجرد اتهام قد يكون هو بريء منه اصلا، والله ما يعرفه قد يكون اصلا، ممكن ما الاتهام ده يعرفوش. ملفق، قد يكون مظبوط. الاتهام ده ملفق. يعني مثلا حد ضرب عليا ايصال امانه، او حد ضرب عليا شيك واقام ضدي مظبوط. جنحه في المحكمه وصدر ضدي حكم غيابي، تصدر اموالي؟ ايه ده؟ وانا ما اعرفش ايه ده؟ عنهم حاجه. ايه ده؟ أنهي قانون اللي يقول كده؟ انا مستغرب الناس اللي ساعدت ووافقت وقالت اه يا جماعه الماده دي كويسه جدا، انتوا كنتوا بتهزوا دماغكم بس. يعني بجد انا عايز افهم، الناس اللي كانت موجوده دي كانت موجوده عشان تهز دماغها بس؟ انتوا موجودين يا جماعه سواء في المجلس او في اللجنه التشريعيه علشان الغلط تقولوا عليه غلط، مش علشان تطلع تهز في راسك وخلاص. انت موجود ليك دور، لازم تتكلم، لازم تقول ارضاء لربنا قبل اي حاجه تانية. اطلع اتكلم، قول يا جماعه احنا مش بنتكلم سياسه. يعني الناس كل حاجه تتقال ياخدوها في حته السياسه، احنا مش بنتكلم سياسه، احنا بنتكلم دلوقتي في حاجه تانية تماما. الماده دي ماده المفروض ان هي ماده قانونيه تساعد في حمايه حقوق المتهمين والمحامين وكل حاجه. الماده دي بقى جت دمرت قصه الحمايه القانونيه تماما. لا ده انت مفيش النهارده حماية، ده مفيش حماية، حماية ايه؟ مفيش، لا خلاص بدأت. بالعكس، ده انا
المفروض كدولة النهاردة لما واحد يصدر ضده حكم غيابي، قبل ما اخد ضده اي اجراء تنفيذي اتاكد 1000000% ان الحكم ده فعلا حقيقي وان انت مش مظلوم. ده انا سمعت يعني من 3 4 ايام سمعت حكم يعني يكتب بحروف من ذهب، قاضي بيحكم في قضية 3 محامين ضربوا ايصالات امانة لشخص وتفاجئ ان على 14 سنة والمحامي بتاعه هو اللي ساهم في التزوير ده، فجابهم حكم عليهم كلهم ب 14 سنة وتم يعني إلغاء كل شيء بالإضافة إن الحكم كان نهائي خلاص. هو يعني قال كلمة تاريخية، الجزاء من جنس العمل. مش الجزاء انت من جنس العمل. 2014 سنة حكمت تاخد المحكمة 14 سنة. ب 14 سنة؟ طب في الحالة ما دي هو بقى، خلي بالك برضو 14 سنة دي، انا عمري ما سمعت حكم ب 14 سنة دي اصلا، ولا أنا ولا بس انا، هو جزاء من جنس العمل ونفس بس الجزاء العقوبة. من جنس العمل بالظبط. بالظبط. بس النهاردة بقى القاضي نفسه اللي هيصدر حكم او هيصدر قرار بتحديد التصرف في اموال المتهم، هو بقى غصب عنه ملزم بتطبيق نص مادة، بقى ملزم بتطبيق، لان النهارده بيقول حتما حتما، يعني حتى مش بيقول حتما يجوز. يعني حتما 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 ليه؟ فمش حتما مدي ليه؟ حتى فيها وحتما الجواز. امتى؟ طب يعني حتى انا صدر الحكم النهارده، رحت بكره حصرت الحكم وعملت معارضه، حتما دي بقى هنعمل فيها ايه؟ يقول لك هنوقفها لك، هنوقفها استنى بقى. يعني ايه؟ يعني ما لكم كيف تحكمون؟ ما فيش عقل يقول لك لا يعني. استنى بقى ناخد اجراءاتنا، ويفضل بقى الموضوع واقف، وتجيب شهادات وتوديها البنك، وكل واحد يبقى بيلف حوالين نفسه علشان يتصرف في اقل حقوقه، يعني يتصرف في اقل الحقوق بتاعته. حاجة صعبة لا جدا، طبعا يعني طبعا، مادة بصراحة حاجة صعبة جدا. أصعب ما يكون، وأتمنى إنها تتعدل في المناقشات اللي جاية. ندخل على المادة اللي بعدها يا أستاذنا. تعالى بقى المادة، مش عارف دي 300 ولا 200، 376. لا 376 376. أيوه 376. 376 المعارضة، تقبل طرق المعارضة. تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، ماشي؟ تمام. من مين؟ من متهم. من المتهم أو من المسؤول عن الحقوق المدنية. من إمتى المسؤول عن الحقوق المدنية ليه الحق في المعارضة أصلا؟ يعني من إمتى؟ ايوه يعني أنا كمدعي بالحق المدني من إمتى؟ من إمتى؟ وإيه كيفية تصور إن أنا أطعن بالمعارضة على حكم؟ يعني أنا مثلا المتهم حضر وصدر حكم حضوري للمتهم في غيبتي انا كمدعي بالحق المدني، يجوز لي ان تمام. انا اطعن بالمعارضه؟ هنا بقى يجوز دلوقتي، يعني هنا بقى ازاي؟ يجوز. ازاي؟ 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 أنا مستغرب، ازاي؟ مش عارف والله، بجد مش مستغرب؟ عارف. مستغرب؟ طب تعالى بقى بص، عشان انا مش مش عارف. فاهم الناس دي كانت يعني وهي بتسن هذا القانون كانت بتعمل ايه؟ 278 لا تجوز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. طب بناء على ايه بقى؟ انا عايز يعني افهم يعني دلوقتي 376 قول حطاها لي ليه طالما حضرتك، هيلغيها، يعني طالما هيلغيها في يعني 78. أنا مش فاهم، يعني 200 376 يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عن الحقوق المدنية إن هو يطعن بالمعارضة. 378 لا تجوز لا يجوز، المعارضة من المدعي لا بالحقوق يجوز. المدنية. إيه ده؟ إيه ده؟ طب مين اللي حاطط ده؟ يعني بجد انا عايز افهم مين اللي حاطط بالعشوائية دي؟ مين اللي مشرع دي بالعشوائية مش دي؟ عشوائية، دي مش عشوائية، ده حد يعني مش مركز مش فاهم هو معقولة بيعمل ايه. يعني النهاردة أنا أحط نص مادة وفي المادة اللي بعدها ألغيه؟ طب ليه من ألغيه الأول؟ طب ليه؟ ليه من الأول؟ إحنا أصلاً واصلين للمرحلة دي، يعني ليه ما اتخذش آراء شيوخ القانون وشيوخ المهنة، يعني حتى يعني استشير، طب استشير حتى في المحكمة الدستورية العليا، استشير أي حد، لكن يبقى الموضوع بالعشوائية كده بجد ده شيء صادم. يعني أنا أحط المادة واقول انا بعدل، وبعدها في نفس يعني بعدها بمادتين او اروح لغيها؟ اروح لغيها، يعني سبحانك يا رب. ايه ايه لا ده؟ شيء غريب ايه ده؟ بجد، غريب والله، انا ايه مستغرب ده؟ جدا. انا مش عارف اللي عامل الكلام ده واللي معدل المواد دي كان قصده ايه، او كان ايه نهينا اللي في مخيله، بقى وايه اللي في عن مخيلته. الصياغة الرقيقة، نهينا عن انه كل حاجة عايمة، ما ألفاظ ما مش مفهومة، حاجات مفيش حاجة مطاطة. واضحة، ايه ده؟ مفيش حاجة واضحة. ايه ده؟ يعني هو ده القانون المصري؟ هو ده المنتج المصري لقانون الإجراءات الجنائية؟ هو ده؟
لا طبعا، ولا عمره كان، ولا ولا عمره عمره، هيكون، ولا عمره كان بصراحة. ولا عمره هيكون. طب ايه الخطوات بقى يا استاذنا اللي تم اتخاذها بناء على المواد دي؟ يعني ايه اللي حصل من نقابة المحامين؟ ايه اللي حصل من الجهات اللي المفروض يكون ليها رأي ويحاولوا ان هم يوصلوا لتعديل المواد دي مرة اخرى لتتماشى مع صحيح القانون وتتماشى مع الدستور؟ انا في مش اجراءات عارف. معينة حصلت؟ بص، المفروض انه في اللجنه التشريعيه كان هناك احد الساده ممثلي نقابه المحامين كان حاضر هذا الكلام، كويس. واللي اتقال، اللي اتقال من الـ على السوشيال ميديا، الله اعلم صح ولا غلط، انه تمام. ان ممثل النقابه أقر بأن هذا القانون قانون عظيم وقانون كويس ومفيش أي مشاكل فيه ولا عوارض. ده بعد ممثل كده النقابة اللي هو بعد مننا، كده صدر عن اللي هو ممثل مننا. اللي هو مننا صدر عن ممثل النقابة تصريحات بتقول إنه أنا قلت إنه هو قانون كويس، ولكن لنا عليه بعض التحفظات. ثم تمام. النهاردة النقابة أصدرت بعض البيانات بتقول فيها انه يا جماعه ما تتسرعوش، النقابه في اجتماع، وبعد ما مجلس النقابه مجتمع علشان يدرس هذه المواد لهذا القانون، وهنصدر بيان يعبر عن موقف النقابه من هذا القانون. طيب امتى؟ امتى ده هيحصل؟ انا شايف مفيش ان حاجة في حصلت لحد دلوقتي. بطء شديد، بطء شديد في ردود الافعال. خلي بالك، احنا لما اتكلمنا على المواد دي انا ما بتكلمش عن حقي كمحامي، ولا انا والله، انا عشان كده انا ما قلت لحضرتك في بتكلمش الاول. عن حقي كمحامي، احنا عايزين ناخد الموضوع لحقوق المجتمعية انا فقط. بتكلم عن حق المجتمع اللي انا وكيل عنه بنص الدستور. حق المجتمع اللي انا وكيل عنه، اللي بكفل له حقه في الدفاع من خلالي، انا كفالة حق الدفاع لأي مواطن من خلالي أنا كمحامي. مظبوط. تمام؟ تمام. كفالة حقه في المحاكمة من خلالي أنا كمحامي. تمام؟ أنا ما مظبوط. بتكلمش عن مصلحة شخصية ليا كمحامي. لا. لما أنا أقول إنه لما يصدر حكم غيابي تصادر الأموال، دي مش مصلحة شخصية ليا. ده مش هيفرق معايا أنا في حاجة. بالعكس، ده ممكن يفتح لي مجالات للشغل اكتر، اكتر هيبقى في مجالات شغل اكتر. هعرف اكيف الاوضاع بحيث ان انا افتح لنفسي مجال للشغل في حاجة زي دي. مظبوط صح. تمام؟ انما انا لما بعترض على ده، انا بعترض علشان المواطن اللي في الشارع الغلبان، علشان رجل الاعمال اللي عنده مصالح بالملايين، لما يصدر ضده حكم اي واحد يقوم عامل له اي محضر وتنزل، وانت عارف الامور ساعات كمان في المواد بتاعت الجنح ما بيحصلش تحقيق اصلا وعلى ظهر المحضر، بخلاف انه ممكن تقيم دعوة بطريقة الادعاء المباشر اصلا، مظبوط. ولا تعدي على النيابة، ولا انت تعرف بيها حاجة، ولا تتعلن، ولا وتتفاجئ بان عليك حكم غيابي، وتتفاجئ بان عليك منع من التصرف في اموالك، وان في لجنة حراسة بتدير هذه الاموال. رجعنا بقى لأيام عبد الناصر تاني بقى. ده لا، ده مش عبد الناصر. عبد رجعنا بقى الناصر ما تاني. عملش كده يا راجل. رجعنا بقى لعبد الناصر يعني تاني. عبد الناصر ما عملش كده. يعني عبد الناصر ما عملش كده. ايوه. لا، الأمور مش كده. الأمور وانا مش كده. انا مستغرب يعني مندوب النقابة المفروض حتى كان على الأقل وضح العوار اللي موجود في بعض المواد دي، ازاي يطلع يقول ده قانون عظيم؟ طبعا هتلاقي قال بقى ده من اعظم القوانين اللي اتعدلت في تاريخ البشريه زي ما كنا بنسمع قبل كده. يعني انا مستغرب، انت النهارده النقابه استأمنتك على الحق المجتمعي قبل ما يكون حق المحامين، انت ازاي النهارده تطلع تقول انا لا ده ما فيش فيه اي مشكله لما المواد دي بس كده واحنا بنتكلم من على الوش، احنا لسه ما دخلناش جوه، او يعني مش عايزين نطلع اكتر من كده، وشايفين المدى يعني ضحالة المواد دي، فانت ازاي النهارده ما تقولش رايك؟ ازاي ما تعترضش بكل الطرق القانونيه الممكنه؟ مش بنقول لك اعمل حاجه ضد القانون، بس ازاي انت ما تعترضش بكل الوسائل القانونيه المتاحه ليك؟ لو انت دورك من الاول صوره مالكش لازمه ما تروحش. ما هو خلاص، احنا كده بقى اصبح يعني بقت الامور على هذا النسق، انه انا مجرد وجودي في الدعوة الجنائية
منظر اكتمال علشان الصورة تكمل. الصورة فقط يعني. لاكتمال الصورة بس عشان بس لاكتمال الصورة، وبعد كده ممكن الأمور تتعدل وما يبقاش فيه لازمة للمحامي، والناس هي بقى كلها تذاكر حقوق وتدرس ومش عارف ايه وتعمل بالظبط. مصالحها بنفسها، ومالوش لازمة المحامي ليه. والقاضي، القاضي هو الامين على الدعوه وخلاص، ما تقلقش انا هجيب لك انا حقك، انا انا القاضي هجيب لك هخلص لك انا انت. بالظبط، ايوه انا بالظبط هجيب لك انا حقك. لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا استاذنا يعني انا مش عايز الناس برضو تفكر يقولوا بقى دول المحامين دلوقتي قلقانين على شغلهم، والله ما يفرق، احنا الحمد لله برضو عندنا القدره نتكيف مع كل ماده وكل قانون جديد وهنقدر نشتغل، والموضوع بالنسبه لنا مش هيبقى فيه مشكله، لكن احنا بنتكلم ان احنا قلقانين على الحق المجتمعي في ضوء هذه المواد. المواد ديت مش هتفيد ولا محامي ولا هتفيد مواطن ولا اي حد، المواد دي هتفتح ابواب كبيره لاجراءات ملتويه وتصرفات هتضر من الجميع ومن الكف، وهتغل كمان يد المحامين ويد الدفاع في الدفاع عنك لما تتظلم في اي اجراء. فبالتالي لما النهارده بنيجي نتكلم نتمنى ان الدوله تسمع، ونتمنى ان الناس اللي بتفهم تبقى عارفه ان بالفعل في مواد لازم يتم النظر اليها مره اخرى. وفي نقطه مهمه انا عايز اتكلم فيها برضه يا استاذنا، انا مش عايز الفيديو ده فجأة نبص نلاقيه نازل على قنوات الإخوان والحاجات دي، لأن إحنا بعيد كل البعد عن الكلام ده، إحنا بنتكلم في الحق المجتمعي، إحنا مش جايين ننتقد البلد بسياستها بحكومتها، إحنا مش بنعمل ده، إحنا جايين نتكلم في حق مجتمعي إحنا لينا الحق نتكلم فيه من جوه بلدنا، ولا بننتقد ولا بنشتم ولا بنغلط، علشان أنا عارف ومتأكد يا أستاذنا إن الفيديوهات دي ممكن تتقص تلاقيها نازلة على قنوات الاخوان وقنوات المعارضه، ضياع الحقوق، ما عادش في قانون، ما عادش، احنا بنقولش كده، احنا عندنا تحفظات على بعض القنوات، على بعض المواد محتاجين يتم النظر اليها مره اخرى بعين الجد والاعتبار للصالح العام وليس للصالح الفئوي فقط، احنا محتاجين ان يتم النظر للمواد دي ويتم تعديلها للصالح العام للمواطن قبل المحامي. أنا مش قادر أفهم بجد، مش قادر أفهم القنوات الإخوانية أو الناس اللي لسه شايفين جماعة الإخوان المسلمين أو بيدافعوا عنهم أو بأنهي وش؟ يعني أنت بأنهي وش بتتكلم؟ أنت بالظبط قعدت سنة بالظبط خربتها، بالظبط، أنت قعدت سنة خربتها، ده حقيقة. بتتكلم في إيه؟ أنت مالكش الحق إن أنت تتكلم أصلا. لا ما هم بييجوا يعملوا ايه بقى يا استاذنا؟ ما يصدقوا يشوفوا حد نزل حاجة معينة فيها انتقاد لشيء بس، يتاخد يتقطع وينزل بالشكل اللي يدين الناس اللي بتتكلم. لا احنا الفيديو هينزل عادي، ما عندناش حاجة نخاف منها، احنا الحمد لله كلامنا كله حرصا على الحق المجتمعي للمواطنين وللمحامين وللدولة قبل ما تكون لينا مطالب فئوية، احنا مالناش مطالب فئوية، احنا بنتكلم ان احنا نحافظ انا على ما حقوق. بتكلمش عن مطالب فئويه، انا بالظبط بتكلم عن مصلحه المجتمع الكافة في انه يكون ليه قانون يحميه، بالظبط مصلحه بالظبط المجتمع في انه يكون ليه قانون يحميه. ما اعتقدش مظبوط. ابدا انه اي حد من القيادات السياسيه ممكن يعتبر ده طعن في شخصه، لا انا لا لا ما خالص طعنتش في شخص خالص حد خالص اطلاقا خالص يعني. خالص، لا لا انا متاكد من ده، خلي بال حضرتك، انا ده الموضوع ده مفروغ منه، اللي انا بتكلم فيه الجزء الخاص اللي هو الناس اللي عندها مشاكل مع الدوله رجاء ما تاخدش الفيديو تقطعه وتحاول ان هي تسيء ليها بشهاداتنا، احنا بنشهدش، احنا بنتكلم في حاجه تانية، فمحدش يستشهد بكلامنا على ادانه اي جهه تانية، احنا بنتكلم في مواد معينه بصفتنا رجال قانون فاحنا بنناقشها من وجهه النظر القانونيه، لكن احنا مش في خصومة مع حد، احنا دلوقتي عندنا مواد محتاجين يتم النظر اليها مرة اخرى. طبعا يا استاذنا في بقى مواد تانية فيما يخص ان تحقيق النيابة دلوقتي بقى جوازي في مواد الجنح، يعني هيخلوا بعد كده التحقيقات، اعتقد ان ضباط الشرطة هم اللي هيحققوا في كل حاجة بعد كده. انت اساسا يعني احنا خلينا اللايف الجاي هنتكلم على المواد الاخرى عن المواد الاخرى وعن التوسع الغير منطقي والغير مبرر في اعطاء صفة الضبطية القضائية لكل من هب ودب، والتوسع الغير مبرر بعد ما بتدي صفة الضبطية القضائية لكل من هب ودب انت يجوز ندب كل من له صفة الضبطية القضائية في إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق. إيه ده؟ يعني إيه ده؟ بس مش خلينا فاهم. خلينا خلينا ما لا للايف خلينا الجاي، خلينا اللايف الجاي، خلينا خلينا اللايف اللايف الجاي.
لان برضو عشان الناس تكون موجودين معانا، احنا ممكن نعمل اكتر من لايف، كل لايف ناخد لكم 3 4 مواد بس. احنا كده ثلاث لسه مواد بنقول، بالظبط احنا يعني، لسه بالظبط. بنقول، لسه بادئين نتكلم في الموضوع. طيب عايز اتكلم مع حضرتك برضو قبل ما نقفل، هل في الوقت الحالي متوقع ان يصدر اي تعديل على المواد دي، او يصدر اي شيء جديد؟ يعني هل اللجنة التشريعية اصدرت اي قرار، اصدرت اي بيان، اصدرت اي توضيح للامر ده، ولا ايه بالظبط؟ ولا الدنيا ماشيه ازاي فيه؟ انا شفت خبر النهارده انه الحكومه وافقت على مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائيه. يبقى كده الموضوع انتهى. لسه لم يقر، لسه السيد رئيس الجمهوريه لسه ما وقعش لم عليه، يوقع لسه ما عليه، لم قرروش، ينشر. لسه يعني. فالمطلوب التحرك السريع، المطلوب التحرك السريع من نقابه المحامين، المطلوب التحرك سريع علشان ما نفاجأش بالكوارث دي بتطبق. مظبوط. وهنخش بقى في مرحلة ثانية إذا أقر هذا القانون، من طعون لا أول لها ولا آخر فعلا. بعدم دستورية أغلب مواد هذا القانون. واعتقد ان ده هيكون توجه النقابه يا استاذنا. اعتقد ان النقابه في حاله عدم تعديل المواد دي، النقابه هتصدر بيان ان هي هتطعن على القانون بمجرد طب ما نشره في الجريده. يعني احنا دلوقتي لسه في مرحلة لم يصدر فيها القانون. ليه السيد نقيب المحامين ما يطلبش اسالك سؤال محرج، مقابلة عاجلة؟ اسالك اتفضل. سؤال، هل تعتقد ان نقابه المحامين هتبقى بالقوة الكافية لتعديل بعض المواد من قانون الإجراءات الجنائية، وهتقدر إن هي تحافظ على كلمتها وهتقدر تحافظ على موقفها، ولا الموضوع في الآخر هيرسى على طعون هيتم تقديمها للطعن على مشروع القانون ده، أو على ما القانون بتاع اتمناش الإسلام؟ ابدا يعني، انا ما اتمناش ابدا، انا ما اعرفش تصرفهم هيبقى ازاي، انما ما اتمناش ابدا ان دور النقابه يقتصر على مجرد ان احنا هنعمل طعون على بعض المواد بعدم الدستوريه. هل احنا في لا، ايدينا حاجه نعملها؟ احنا كمحامين كمحامين عن النقابه، يعني كمحاميين نتمثل في النقابه ككل، اتكلم على قطاع المحاماه كله. انا كقطاع المحاماة يعني منتظر بشغف بيان النقابة العامة، وعلى ضوءه هنبتدي التصرف والتحرك من الواضح على ضوء ان الموضوع، يعني من الواضح كده اصلا اللي انا اقدر افهمه، ان في حاله ان النقابه ما قدرتش تحل الموضوع قبل سن القانون والعمل بيه، ان الموضوع هيبقى في الاتجاه القضائي الاخر بعد كده للطعن على القانون ومحاوله. لا انا لا انا عايز بقى يعني، من خلال اللايف ده انا محتاج ان انا اقول لنقابة المحامين، متمثلة في نقيبها ومجلس نقابة المحامين، تمام انه انتوا مش لوحدكم، بالظبط، احنا كلنا انتوا معاكم. مش لوحدكم، اي قرار هتتخذوه هتلاقوا 700,000 راجل على الأرض داعم ليكم، مظبوط. داعم ليكم، ما تتهاونش أبدا يعني، ما تتهاونش أبدا، تهوانش بقوتك ما كمحامي، تتهاونش وما بتقوى. تستهنش بقوتك وما تستهنش. أنت نقابة المحامين دي اسمها قلعة الحريات، قلعة الحريات، أوعى تتنازل عن دورك المجتمعي، أوعى تتنازل عن دورك المجتمعي، اوعى تسمح لحد ان هو يقزم من دورك كنقابة اطلق عليها على مر تاريخها لفظ قلعة الحريات، من قديم هتظل قلعة الأزل فعلا، الحريات من قديم الأزل منذ صح. ان انشئت لغاية وقتنا الحالي، هي قلعة الحريات وستظل قلعة الحريات. إن شاء الله. التحرك لازم يكون سريع علشان خاطر الناس ما عندهاش دراية بالكلام اللي احنا قلناه، الناس ما عندهاش دراية ايه كيفية التصرف في هذا الأمر. لازم نقيب المحامين بعد الاجتماع اللي بينعقد ومعرفش هينتهي امتى وهينتهي على ايه، يطلب مقابلة عاجلة لهذه اللجنة التشريعية ويقول لهم نقابة المحامين ترفض المواد كذا وكذا 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 وكذا، ويجب أن تتعدل هذه المواد
بالصيغة كذا وكذا وكذا وكذا. ويحصل نقاش ويحصل بحث لهذه المواد محل الاعتراض، وتنتهي إلى الصيغة اللي تكون صيغة مشرفة تعكس قيمة تشريعية للمنتج تشريعي مصري، تعكس ده. هل بقى نقيب المحامين، السيد نقيب المحامين النقيب العام، محتاج في الفترة الحالية أن يطلع بخطاب موجه إلى الجمهور وليس موجه إلى فئة المحامين فقط، يشرح بنفسه؟ لأن طبعا إحنا مهما كنا محامين ففي الأول وفي الآخر النقيب العام هيكون وجوده أقوى بكتير مننا. هل مطلوب منه أو يفضل أنه يطلع بفيديو أو بلقاء صحفي ويخاطب الجمهور وعموم الجمهور ويعرفهم ان في بعض المواد في النظام في مسوده قانون العقوبات، قانون الاجراءات الجنائيه عفوا، محتاجه تتعدل او فيها بعض المشاكل، ولا هيكتفي فقط بالحل اللي هو من وجهه نظره ان في انعقاد لمجلس النقابه هيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يعني ياخدوا اجراءات على ارض الواقع فقط لا غير؟ حضرتك مش شايف ايه؟ شرط نقيب المحامين بشخصه، مش شرط نقيب المحامين بشخصه، ما اعرفش ظروفه ايه، ما اعرفش الاوضاع بالنسبه له ممكن يعني تسمح له بده ولا لا، انما على الاقل يكون في ممثل اعلامي لنقابه المحامين يطلع يخاطب الجمهور ويعبر لهم عن موقف النقابه من هذا القانون، ويفهمهم انه هذا القانون بيمس بحريتكم، هذا القانون لا يجب أن يصدر على هذا الشكل، لأن في عوار واحد اثنين ثلاثة أربعة، مظبوط. لازم يكون في موقف من نقابة المحامين على هذا النسق، سواء كان من النقيب العام، سواء كان من ممثل عن النقابة، سواء كان من حد من أعضاء مجلس النقابة، أيا ما يكون، سواء هتتحل المشكلة في الغرف المغلقة، سواء هتتحل في الغرف المفتوحة، سواء هتتحل عن طريق الحديث عن الكلام ده في برامج، سواء المهم ان انت بأي شكل من الاشكال ان انت يعني توصل صوتك للقيادة السياسية علشان تراجع هي تاني هذه الصياغة الرقيقة اللي بتقول ان مصر ما بقاش فيها قانون خلاص، ان مصر بتتخلى بإصدار هذا القانون عن ريادتها لكافة الدول المجتمعية الدولية. العربية، لكافة الدول العربية، ريادتها التشريعية لكافة الدول العربية، وما أعتقدش أبدا إن القيادة السياسية يرضيها ده ولا تقبل ده. المشكلة الكبرى إن أوقات ممكن اللجنة التشريعية ومن يمثلها يحاول يبين للحكومة أو يحاول يبين للقيادة السياسية إن هو ده الصح وهي دي الإجراءات ما أنا عشان السليمة كده اللي لازم بقول لازم صوتنا يوصل. لازم مظبوط صوتنا يوصل. مظبوط لازم صوتنا يوصل، حتى لو هتتكتب مذكرة، يعني حتى لو هتكتب مذكرة بالاعتراضات على مواد هذا القانون وترسل في الشكاوى لرئاسة الجمهورية يطلع عليها. انا اول واحد متفق وعندي استعداد بكره الصبح اعمل ده. بالعكس انا دائما، خلي بال حضرتك يا استاذ، انا دائما بحب اشارك في اي حاجه، يعني لو عندي فكره مشروع معين شايف ان هي ممكن تفيد البلد بكتبها وببعتها لرئاسه الجمهوريه. لو الموضوع ده هيفيد فكره ان احنا عندنا مشاكل او عندنا بعض التخوفات من بعض المواد، لو ده هيفيد ان احنا نعمل مذكرات ونرسلها للشكاوى رئاسه الجمهوريه، يا ريت يا ريت كل واحد يعبر بالطريقه اللي في ايده، يا ريت يعني لو في مواطن عايز يعمل كده اهلا وسهلا. بس انا اتمنى ان النقابه، احنا مش بنقول النقابه تدخل في صراع عنيف، احنا لكن لا بنقول تخش، النقابه لا تمتلك. طبعا لازم تخش في صراع عنيف، ما انا تخشش كنت ليه في صراع، منظورها ايه النقابة؟ اللي كنت لسه هقوله ان هي ليها حقوق كبيره جدا جدا ممكن تستغلها، ممكن ان هي لا تهون من نفسها وتبقى عارفه ان هي نقابه المحامين، انت النقابه الوحيده في مصر اللي مسموح ليك ان انت تدافعي عن كل المجتمع ده، فانت قوه لا يستهان بيها، انت قوه موجوده على ارض الواقع في كل محافظه في مصر، مش في مكان واحد. يعني انا دايما كنت بقعد اهزر والله مع زمايلي واقول لهم الجهه الوحيده اللي عندها القدره ان لو في انتخابات رئاسيه ممكن تنزل ويبقى ليها قوه وتكتل كبير ان ينزل محامي حقيقي ويبقى في ظهره
كل قطاع المحامين، لان انت هنا ما انتش في محافظه واحده، ده انت لو محامي نازل انتخابات رئاسيه بشكل سليم هيبقى في ظهرك القطاع ده كله، عنده قدره كبيره على الحشد، قدره كبيره جدا على انه يكون موجود في ظهرك. فالمحامين مش قليلين، المحامين ليهم عندهم القدره ان هم يعني يدافعوا عن موقفهم ويدافعوا عن المجتمع ككل. واعتقد ان ان شاء الله ان شاء الله يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يحصل تعديل ولا يلجأوا ابدا الى طاعون ومحاوله ايقاف العمل بالقانون، ويبقى الموضوع من بدري بدري، ما نرهقش الدوله ولا نرهق القضاء عندنا في اجراءات ليس لها اي داعي، طالما في ايدينا من الاول ان وإيدينا احنا نحط نغير بالظبط من دلوقتي، بس يعني في في ايدينا إيدينا نغير. نغير و انت ما بتطلبش حاجه، اصل انت مش جاي في القانون ده تقول لي لا بقى نبه لي على حصانه المحامي والمحامي انت ما حدش اتكلم على حاجه تخص المحامي، احنا بنتكلم على حاجات تخص المواطن بعد كده بيمثلوا عنها المحامي، فانت بتنزع الحق من المواطن فبالتالي بتنزعه من المحامي، فالموضوع بقى يعني غير مقبول بالمره. يعني اعتقد الموضوع ده لو بره مصر اقسم بالله العظيم الدنيا تقف تماما وتشغل تماما. تماما. اه ايوه الدنيا بالظبط، تقف ايوه تماما، محدش هيقبلها ابدا، محدش هيقبلها. ويعني انا اتمنى ان ان شاء الله الدوله تاخد بالها من الموضوع ده ويبقى في حل سريع، نحاول بيه ان احنا يعني ما نوصلش ابدا لفكره الطاعون ولا فكره القضايا للطعن ومحاوله ايقاف العمل بالقانون. الله بإذن الله، أتمنى ان أتمنى شاء الله. إن شاء الله. احنا النهارده خدنا تقريبا 3 أو 4 مواد فقط، هنجهز بقى مواد تانيه برضه نطلع نعرضها على الناس ان شاء الله ونناقشها. وان شاء الله يعني المره الجايه اتمنى ان الفيديو الجاي اللي احنا نطلع نعمله او اللايف الجاي يكون حل تم حل الموضوع، ونطلع نقول للناس المواد اللي اتعدلت بقت ايه بالظبط، واعتقد ان ده هيبقى افضل حاجه باذن الله نعملها. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله اتمنى ان شاء الله انه يعني انه اللايف ده يكون فاهم الناس شويه ايه خطوره هذه التعديلات. اتمنى صوتنا يوصل للجنه التشريعيه نفسها إن شاء الله. علشان تعيد هذه الصياغه، يعني لانه بهذا الشكل ده مش قانون، ده مش قانون للأسف. خالص اطلاقا يعني للاسف. للأسف. للأسف. شكرا جزيلا لحضرتك يا أستاذنا، وأنا عارف إن يعني إحنا بنتقل عليك اليومين دول، لا يا بس ده حبيبي زي يا ما قلت لحضرتك أمر، قبل كده، ده حق مجتمعي لازم يكون لينا مواقف فيه، لأن المواقف دي بيتم تأريخها واثباتها في الكارير الخاص بينا وفي حياتنا الشخصيه، فكان لازم دايما ان احنا نقول ونتكلم ومنفضلش واقفين نقول اللي يسرى على الناس هيسرى علينا. احنا كلنا بنحاول يعني وبنشتغل وبنتعب وبنجتهد بس علشان خاطر نحاول ان احنا ننهض ببلدنا وننهض بنفسنا، فطبيعي لما نلاقي حاجه مش كويسه ان احنا نقول يا جماعه الحاجه ديت مش صح، خلوا بالكم منها، لان الناتج اللي هيطلع منها في الاخر مش هيرضي لا وزاره العدل ولا القضاء ولا النيابه ولا المحامين ولا حتى ضباط الشرطه. يعني مش عايز ضباط الشرطه النهارده يفرحوا ان بقى في عندهم سلطات اكبر، والله هيبقى عبء عليكم اكتر، هيبقى عبء بالظبط اكتر بكتير، فمحدش يفرح بالكلام ده. الموضوع طايل الكل، يعني هو طايل الكل، القانون ده مش سايب حد مش طايله. ف خلينا بس كل واحد على قد دوره ويؤديه على الوجه الأكمل والأمثل علشان بالظبط العدالة تستقر وتستقيم. بالظبط بالظبط. ان شاء الله المره الجايه برضو نتكلم فيما يخص الحبس الاحتياطي والتعديلات اللي هم حابين ان هم يعني يضيفوها، وان شاء الله يبقى نتمنى المره الجايه يبقى تم تعديل المواد. إن شاء الله بإذن شكرا الله، إن شاء الله بإذن شكرا الله. لحضرتك يا استاذنا، العفو وشكرا على العفو وقتك، العفو وان العفو شاء الله حبيبي، اشوف حضرتك على خير. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله إن شاء الله. تصبح على خير. وأنت تصبح من على ألف خير. مع خير السلامه. حبيبي، وأنت من ألف مع خير، مع السلامه. السلامة. مع السلامه.